مساء الخير أو صباح الخير. نتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم بألف صحة، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وما تنسوناش من الدعوات ديالكم زوينين. على أي يوم غادي ندير معكم واحد بوشيير اللي كيجي خفيف وطريقته سهلة وما نوصفش ليكم، أنتم تتشوفوا. ودابا غادي ندوزو للطريقه. غادي نحتاج 350 غرام ديال الدقيق الابيض يعني الفورس، وغادي نحتاج 350 غرام ديال الفينو اولا الدقيق الصلب فين يعني الرقيق بزاف، وغنحتاج معلقه كبيره ديال الخميره فوريه والملح دائما على حساب الذوق، وغادي نحتاج معلقه ديال العسل صغيره اولا معلقه ديال سكر حبيبات يعني سنيده على حسب الموجود طبيعة الحال. وغادي نحتاج الماء دافي اللي باش غادي نعجن هاد المكونات. انا غادي ندير العجانة، انا ما قداش نعجن بيديا، ضراني ما شكيت عليكم. ومهم هنا بالنسبة كتشوفوا عندي 1 دمي لتر، غادي نحتاج تقريبا مهم غادي تشيط ليا شي حاجة قليلة من هاد نص لتر ديال الماء. فتردوا بالكم العجينه ديالته كتكون بحال شكل الشفنج، يعني راه كتجي خفيفه خفيفه بزاف كاع. فغير شوفوا وتبعوا المراحل وغادي تشوفوا بعينكم كيفاش غادا تكون هذيك العجينه. راه ما كتكونش ثقيله بزاف، ما تكونش قاسحه، وما كتكونش خفيفه بزاف لدرجه ما تلقاي ما تجمعي فيها. كنظن ان واضحه لا تيكستور يعني القوام ديال العجينه، متفقين؟ صافي. هنا من بعد ما وجدات ليا كنرشت عليها واحد شويه ديال الزيت وتنجمعها وتنغطيها وتنخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها، يعني حتى كتخمر تماما. فهنا من بعد ما خمرات لي العجينه ديالتي، دابا غادي ندوز نشكلها كويرات بالحجم اللي نتوما بغيتو. بغيتو ديرو بوشيير صغير ديرو صغير، بغيتو ديرو متوسط، بغيتو ديروه كبير وتهنيو راسكم. ديرو شوفو هنايا باش تعرفوا العجينه ناجحه. ملي كتشوفوا هذوك الفقاعات كتعرفوا ان العجينه مدلوكه مزيان وناجحه 100%. دابا كنحاول نخرج منها الغاز وغادي نشكلها كويرات كيف ما قلت لكم بالحجم اللي نتوما بغيتو. ملي كنكمل الكميه اللي عندي تنخليه يرتاح غير واحد شويه، راه ماشي بزاف. وبين ما تنوجد ورق الطبخ اولا بابي كويسون تنرشو بشويه ديال الزيت وتنوضع الكويره ديال يعني كرات ديال بوشيير. علاش؟ لانه باش يسهل عليا ملي نهزو ونوضعو فوق المقله ما لقاش واحد الصعوبه. بالنسبه للدكراس يعني كتقرصوه مزيان، ماشي لدرجة ترقو وماشي لدرجة تبقى شوية غليظ. هنا قربت لكم باش تشوفوا الحجم ديال الدكراس ديال بوشيير اللي قرست. وهنا كنهزو فوق من هاد المقلة اللي كنكون واضعة ديجا تتسخن وكنرشها بشوية الزيت، وهانتوما غتشوفوا كيفاش غادي يسهل عليا. شتو يعني كنهزو بالورق ديال الطبخ وتنوضعو فوق من المقلة بالطريقة هادي كيجي ساهل، وتنتوما ما كتلقاش واحد الصعوبه تهزو وتصدق
يعني ما بقاتش في الحجم ديالها الكروي، من الاحسن ديروها الطريقه و صافي. كنبقى نكمل في الطياب ديال هاد بوشيير اللي صراحه جا زوين وجا خفيف وجا مفشفش، وجربوه بصحتكم وراحتكم. وغادي نبقى معاكم مستمره بالفيديو باش تشوفوا كيفاش كنطيب هاد بوشيير. هنا ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه، ونخليكم على الشكل النهائي ديال هاد بوشيير. و اللي يعني كل واحد اللي بغى يدهنو اللي بغى يدير له غير العسل فلكم الاختيار. ومع الف سلامه، والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله.